من درعا ننتقل إلى حمص ومراسلة الإخبارية السورية شيرين العلي، حياك الله شيرين. حياك الله زميل إياد، تحية لك. شيرين، لو تضعين بصورة الوضع الميداني اليوم في ريف حمص. نعم، تحية لك زميل إياد، وتحية لكل الزملاء، وتحية لكل جنود الجيش العربي السوري أينما كانوا في كل ميادين القتال، وتحية أيضا لنسور الجيش العربي السوري ونسور مطار الشعيرات الذين يتابعون مهامهم القتالية بكل عزيمة وإصرار على تحرير كل شبر من أرض سوريا الحبيبة. إلى أبرز التطورات الميدانية في ريف تدمر، فقد دارت مواجهات بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش الإرهابي في محيط جبل شاعر بريف حمص الشرقي، متزامنة مع غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الاشتباك. كذلك دارت اشتباكات أخرى بمحيط صوامع الحبوب جنوب شرقي تدمر، وعلى اتجاه حقل أراك النفطي شرقي تدمر، وعند مقالع السكري جنوب شرقي تدمر، في وقت نفذ فيه الطيران الحربي غارات على مواقع وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي في السخنة. في الوقت ذاته يتقدم الجيش العربي السوري جنوب شرقي تدمر ويقترب من منطقة الصوانة على طريق دمشق تدمر بريف حمص الشرقي. أما في حمص فقد استنكر طلبة جامعة البعث خلال وقفة لهم مساء أمس في ساحة الجامعة، استنكروا فيها العدوان الأمريكي على سوريا، ورفع الطلبة خلال وقفتهم الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد واللافتات المعبرة عن غضبهم واستنكارهم لهذا العدوان الغاشم وإصرارهم على مواصلة العلم والعمل للوقوف إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري. بالنسبة لمطار الشعيرات العسكري فقد أزيلت مخلفات الاعتداء، وتعمل الآن الورشات الفنية المختصة على إعادة تأهيل المطار وصيانة مدرجاته ليكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة. ولكن هذا زميل إياد لم يؤثر على حركة وإقلاع الطيران الحربي، فقد نفذت المقاتلات الحربية مهامها القتالية في جنوبي تدمر وقطع طرق إمداد داعش في أكثر من منطقة. نعم شيرين، بالنسبة لموضوع حي الوعر وخروج العدد الكبير من التنظيمات الإرهابية والمسلحين من هذا الحي، إلى أي حد برأيك كونك متواجدة في تلك المنطقة أثر على الوضع الميداني في حمص؟ نعم، نلاحظ هذه الفترة انفراجات فعلا على جبهات حمص بسبب تواجد هذه المجموعات الإرهابية وربما مشاركتها في بعض جبهات حما، ونلاحظ تقدم الجيش العربي السوري في منطقة ريف حما بسيطرته على منطقة معردف واستهدافه لمناطق طيبة الإمام وصوران. يعني قطاع المصالحات ما زال مستمرا بالنسبة لحمص، وسوف نشهد الأيام القليلة القادمة سوف يعود الوعر قريبا حي نظيف من السلاح والمسلحين بإذن الله. شكرا شيرين العلي مراسلة الإخبارية السورية في حمص على كل هذه المعلومات. شكرا شيرين.